شكرا سيد الرئيس، شكرا سيد المستشار. كيف تتعرفوا تبعا للهيكله الحكوميه الجديده تم فصل وزاره النقل واللوجيستيك عن وزاره التجهيز والماء بموجب قرار مشترك للوزيران توقع في دجنبر 2021، وقضى باعاده انتشار الموظفين بين الوزارتين فضلا عن الحاق قطع الطيران المدني بوزاره النقل واللوجيستيك. بناء عليه تعززت الوزاره ب 978 موظف وموظفه. اما فيما يخص التوظيف، تم خلال شهر دجنبر الجاري تنظيم مباراة لتوظيف 20 موظف بالوزارة، وذلك برسم قانون المالية ديال سنة 2022. تم في نفس الشهر إجراء الامتحانات الكتابية للأهلية المهنية لموظفي القطاع، وتم الإعلان عن الناجحين في هذه الاختبارات حسب الاستحقاق، وسيتم إجراء الاختبارات الشفوية قبل ما تم السنة. من جهة أخرى، خصص قانون المالية برسم 23-80 منصب مالي لسد الخصائص المسجل على مستوى الموارد البشرية بالوزارة. أما بالنسبة للتعيينات في مناصب المسؤولية، فقد تم الإعلان عن شغور المناصب من فئة رئيس قسم تهم 26 منصب، وكذا 86 منصب من فئة رئيس مصلحة، وذلك على صعيد المصالح المركزية. موازاة مع ذلك، تم خلال سنة 22 إجراء عدد من المباريات تهم المناصب العليا بالإدارة المركزية والمؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك وفقا للشروط والضوابط المعمول بها قانونا، مع الحرص على تكافؤ الفرص وتكريس الشفافية والمنافسة المشروعة. أما بخصوص ملفات الانتقالات، فيتم دراسة طلبات المعنيين بالأمر بالنظر إلى الأسباب الداعية إلى تقديم طلب الانتقال، مع الأخذ بعين الاعتبار ضمان استمرارية المرفق العام وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين. وأخيرا، بغيت نشير أنه في إطار الحوار الاجتماعي تم عقد 4 اجتماعات مع مكاتب النقابات بالوزارة، حيث تم دراسة المشاكل التي عبروا عنها، وتم الاتفاق على برنامج عمل باش نتجاوزوا هذه المشاكل، تتعلق خاصة بتنظيم الوزارة على صعيد المصالح الخارجية، التكوين المستمر، الحركية، اجتياز المبايعات المهنية، وتحفيز الموظفين والأعمال الاجتماعية. وشكرا.